لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة بعد مرور 4 أيام على فيضان نهر دجلة، وتقوم فرق الطوارئ بمساعدة المتضررين وإمدادهم بالمؤن. وقد كشف انحسار منسوب المياه عن حجم الدبار الذي خلفه أحد أسوأ الفيضانات التي شهدها العراق منذ 4 عقود. حاولنا بأسرع وقت نطلع الأثاث، فما لحقنا يعني على باقي الأثاث فتركناه ومشينا. هذا البيت اللي وراي بإمكانك تشاهده على أثاث، ما لحق كل شيء يسوي لأن الماء سريع واخذه بسرعة ورق. المهم طلع نجا بعائلته فقط. وكانت الحكومة قد أعلنت حال الطوارئ واستنفرت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتقدر الخسائر بعشرات الملايين من الدولارات، والأكثر تضررا من جراء الفيضان الذي خلف قتيلا واحدا هم المزارعون الذين لحقت بآلاف الهكتارات من أراضيهم خسائر فادحة، ومربو الماشية وأصحاب مزارع الأسماك. كل الواقفين هنا وتشوفهم يعني تتراوح خسائرهم يعني من 100 مليون إلى 20 مليون، 25 مليون، وكبيهم يتجاوز هذا الرقم. فإن شاء الله تمثل الحكومة إن شاء الله خير تراعينا وإن شاء الله تعويض مجزي يعني بحيث يليق بحجم هالخسائر. وكان منسوب المياه في حوض نهر دجلة قد ارتفع بشكل مفاجئ، فلم تتمكن السلطات من تحذير الأهالي، وقد هدد الضغط الهائل الذي ولدته المياه المتدفقة بانهيار السدود، فتقرر إطلاق دفعات كبيرة من المياه باتجاه بغداد ومدن الجنوب، ما تسبب بإغراق بعض مناطق العاصمة. معدل الجريان الطبيعي لنهر دجلة يبلغ 400 متر مكعب في الثانية، ارتفع فجأة إلى 14,000 متر مكعب، ما رفع منسوب نهر دجلة بأكثر من 3 أمتار، جارفا معه كل ما اعترض طريقه. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، سامرة.